أسعد الله مساكم، يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين ومتابعين القناة الرياضية. يتجدد اللقاء معاكم من خلال برنامجكم الرمضاني اليومي زوايا، واللي يتكلم فيه عن قضايا تهم الشارع الرياضي الكويتي والأحداث أيضا اللي مرت عليه، والتاريخ شاهد على كثير من المواقف اللي تستدعي الوقوف عليها أيضا وتناولها ولو بشكل مختصر. راح نتكلم بحلقة اليوم عن صرح حريق يحمل في طياته قاعدة جماهيرية عريضة منذ تأسيسه طبعا، واللي يتميزون أيضا بحضورهم المستمر لدعم النادي بمختلف الألعاب، ولهم قفشات في بعض المواسم مثل نسفة تشرينبا. وعشان ما نحرق عليكم الموضوع أكثر، خلونا نشوف معاكم مشاهدينا هذا التقرير عن موضوعنا اليوم ولنعوده معاكم. تأسس النادي العربي في أوائل ستينيات القرن الماضي، وقد كان امتداداً لنادي العروبة، ومنذ ذلك الوقت والأخضر يحقق الإنجاز تلو الآخر، والتي حملت عنوان مشاركاته الودية الخارجية في القارة الأوروبية والبطولة الآسيوية للأندية أبطال الدوري لموسم 70 و69 من القرن السابق، فضلاً عن حصده لقب كأس الخليج للأندية لمرتين ونيل الوصافة في 3 مواسم. أما على الصعيد المحلي، فقد أحرز العربي 55 لقباً محلياً تنوعت ما بين كأسي حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي العهد ومسابقة الدوري بكلا الدرجتين. وما أن ترجع بنا الذاكرة إلى الوراء حتى نستذكر أبرز من أنجبتهم القلعة الخضراء أمثال القناص، علي الملة، والهداف التاريخي للنادي عبد الرحمن الدولة، وصاحب الشباك العذراء سمير سعيد، والمدفعشية عبد الله البلوشي وأحمد عسكر، فضلا عن المشاكس محمد كرم والخلوق سامي الحشاش وصخرة الدفاع أسامة حسين، والكثير من النجوم ممن لا تستطيع السطور إيفاء حقهم ووصف المستوى الجميل الذي أمتعوا به كل من حضرهم وشاهدهم، يقدمون أروع الإنجازات مع العربي والمنتخب الوطني سواء بكرة القدم أو بالألعاب الأخرى، ممن لا يسعفنا الوقت لذكرهم، فيما تعجز الكلمات عن التعبير بحق من كان وقف خلف تلك الكوكبة الجميلة من رجالات القلعة الخضراء. أولئك الرجال الذين توالوا على رئاسة أحد أعرق الأندية الكويتية كسيدان مهلهل وخالد المضف ومحمد الملة والشيخ سلمان الحمود الصباح والشيخ علي عبد الله السالم الصباح والسادة أحمد عبد الصمد وإبراهيم شهاب وفهد الحميضان وموسى الفهد، إلى أن آلت دفة القيادة إلى السيد جمال الكاظمي. وتبقى الذكرى العطرة بالأذهان منذ تاريخ 11 من نوفمبر عام 1962 حتى يومنا هذا، خالدة وحافلة بإنجازات عريضة حملت عنوان النادي العربي الرياضي الملقب بالزعيم. رجعنا مشاهدينا معكم مرة أخرى بعد ما شفنا معكم هذا التقرير الخاص بالنادي العربي صاحب الصولات والبطولات، واللي طبعا جعلت عشاقه يطلقون عليه لقب الزعيم. وعبر استطلاعنا راح نتعرف وياكم أكثر على رأي جمهور الأخضر حول نادي وشنو اللي قالوه عنه. خلونا نشوف معكم من خلال هذا الاستطلاع اللي أجرى أيضا طاقم عمل البرنامج، ومن ثم إن شاء الله لنا عودة معكم. والله تاريخ العربي ما اقدر اوصف لك، نادي عربي عريق، يعني اصحاب بطولات، اصحاب امجاد، يعني من اول ما تاسس نادي عربي هو اصحاب البطولات ما شاء الله. تاريخ ما اقدر اوصف لك اياه، يعني يظل هو الزعيم لو حد. ولا تغييرات من اداره برئاسه عبد العزيز عاشور، صراحه صار تطور، صار يعني نفس دور، يعني نفس الاحتراف، يعني الحمد لله الماده والمحترفين والمستوى ما شاء الله، يعني كل بطوله نوصل على النهائي صراحة. وعنده قاعدة، عندنا صف ثاني احتياط، حتى صف ثالث هم احتياط، وقاعد يصعدون الناشئين، يعني هذا قاعد يميز العربي على البطولات ان شاء الله. طبعا شوف، هو يعني نادي عريق طبعا لا شك من الكلام،
بس في فترة يعني كبيرة نقول 15-20 سنة العربي كان مختفي عن المراحل السنية، إذا ما كان الخامس سادس، إذا ما كان سادس بالترتيب الأخير يعني. فنتكلم إحنا مدة طويلة ما كان في شغل بالمراحل السنية، فعشان إنك ترجع مرة ثانية وترد تحيي هالأمر هذا، في ناس تعبت 6-7-8 سنين اشتغلت بهالمكان هذا، تعبت عشان تبني القاعدة هذه اللي أنت من خلالها الحين بهالسنة هذه قاعد تشوفهم بالفريق الأول، وقاعد تشوف منافسة فريق 20 و17 و15 وكذلك. فهذا الاهتمام ما جاء من فراغ، جاء من ناس اجتهدت وتعبت وعشان تحقق اليوم الإنجاز اللي هو أن نشوف دائما الصغار والناشئين متواجدين مع الفريق الأول. أنا عندي مثال أبي أقول لك يا بالنسبة لسؤالك، عندي تتويج فريق تحت 13 سنة الحين قاعد ينافس على المركز الأول، وباكر آخر لعبة عنده إذا فاز يأخذ الدوري. لو تشوف الحضور الجماهيري من 1000 إلى 2000 شخص حق دوري تحت 13 سنة راح تعرف قيمة جمهور النادي العربي، يعني إشادة كبيرة من جميع المسؤولين بالاتحاد بحضور الجماهير بهالطريقة هذه، وبدوري يعتبر دوري مرحلة صغيرة. فيسعدنا تواجد الجمهور داعم أول لنا للمراحل السنية كافة، يعني تلاقيهم موجودين مع الكبار ومع الصغار، جمهور ما يتخلى عن لاعبينا. أنت لما تشوف حضور الإداري بتواجد كابتن علي مندني بالفريق الأول راح تعرف شنو الخطوة الإدارية اللي قاعد يقومون فيها الكبيرة. لما تشوف رئيس النادي هو لاعب وهو إداري سابق راح تعرف الخطوة الإيجابية اللي قاعد يمشون فيها. فأنت كل مكان فيه نجاح شوف الأسس النجاح اللي قاعد يمشون فيها، راح تشوف الأسس صح، راح تشوف القاعدة صح، راح تشوف الإداري صح، راح تشوف المدرب صح. هني احنا نقول يا جماعة النجاح يأتي بهالطريقة هذه، إذا 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 حطيت الشخص المناسب بالمكان المناسب. لما يكون لاعب وإداري سابق ويكون الحين هو رئيس النادي، لا شك إنك راح تحقق البطولات، هذا شيء طبيعي. السلام عليكم، أول شيء مشكورين على البرنامج الطيب، وأشكرك وأشكر الإخوان والمخرج والمؤدين كلهم. النادي العربي شوف أنا شجعه من وأنا ياهل يعني، وعيت بالثمانينات كانت البطولات وأيضا بالتسعينات فترة غاب عن البطولات، والسبب مو أن اللاعبين فيهم شيء كثر ما أن الروح غابت، والروح غابت عن الفريق فترة طويلة، فاللي صار وأيضا مشاكل مجلس الإدارة أعتقد، ففترة طويلة بعيد عن البطولات وهذا. الحين قام يعني الروح ردت شوي والجمهور رد، وعلى طاري الجمهور الحين أيضا حتى جماهير باقي الأندية يعني صار تغيير بكل شيء، يعني أول كنا نروح للملعب بدشداشة، الحين لا الكل لابس فليلة النادي اللي شجعه وهذا، فهذا شيء حلو يعني. وعودة الجماهير حتى العوائل ردوا بعد شو اسمه أيضا الملاعب وهذا، فهذا شيء طيب يعني. فالعربي حلو الحين، لأن هذا الشيء أيضا يساعد في عودة الكرة الكويتية ويساهم بمستوى المنتخب، وهذه الأمور كلها يعني النادي العربي ولا القادسية ولا باقي الأندية يعني. والعربي تعرف نادي جماهيري، فإذا نزل المستوى ما له ملح الكرة العربي، ملح الكرة يعني. فنتمنى إن شاء الله مستوى بعد أيضا بالباقي الأندية إن شاء الله يقدمون مستوى عشان يرتفع بس اسم المنتخب يعني، هذا أهم شيء لأنه يصير بصالة المنتخب. وأنا أشوف أيضا في نقطة مهمة أنه والله عدد المحترفين وايد. ومن بعد هذا الاستطلاع اللي قام فيه فريق عمل البرنامج والآراء الجميلة، وصلنا معكم مشاهدينا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، على أمل إن شاء الله يتجدد لقائنا معكم على الخير والمحبة. نلتقي معكم إن شاء الله غدا بنفس التوقيت، نستودعكم الله، ونتمنى إن شاء الله أن يتقبل الله منا ومنكم عز وجل صيامكم وقيامكم، ويعود علينا إن شاء الله وعليكم بالأمن والبركات. نلقاكم باكر بإذن الله، في أمان الله.